والنهارده بتعقد الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار لاشين ابراهيم مؤتمر صحفي عالمي الساعه 3 العصر بمقر الهيئه العامه للاستعلامات بمدينه نصر، وده للاعلان عن النتيجه النهائيه للانتخابات الرئاسيه. هيتم خلال المؤتمر الاعلان عن كل التفاصيل المتعلقه بالعمليه الانتخابيه والنتيجه النهائيه بصوره تفصيليه وكل ما تضمنته من احصائيات وعدد الحضور ونسب مشاركتهم وعدد الاصوات الصحيحه والباطله وما حصل عليه كل مرشح من أصوات. المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها كان أكد أن المدة القانونية المحددة للفصل في الطعون على قرارات اللجنة العامة انتهت من غير ما تتلقى الهيئة أي طعون انتخابية من كلا المرشحين أو من له صفة في الانتخابات. إن شاء الله ربنا يوفق الرئيس القادم إن شاء الله.